نجد الصباح لكل حدا انضم لنا بهيدي الفترة، وهلأ وصلنا لثالث محاورنا نحكي عن موضوع كتير مهم ويعني ودائما في متابعة وبيشغل كتير من أهالي سوريا، طبعا كل أهالي سوريا، وهو موضوع الزلازل. طبعا بعد ما ضرب زلزال في السادس من شباط منطقة اللاذقية وبعض المناطق في سوريا، صار في تخوف من إمكانية حدوث زلزال آخر في سوريا. طبعا شهدنا النشاط حركة زلزالية في بعض الدول العربية وكان آخرها في المغرب، فما هو النشاط الزلزالي وبماذا يتأثر وما هي علاقة الطبيعة الجيولوجية لسوريا بالزلزال؟ كل هذه التفاصيل سوف يجيبنا عنها الدكتور علي شحود، وهو رئيس قسم الجيولوجيا في جامعة تشرين. يعطيك العافية وأهلا وسهلا فيك دكتور علي. صباح الخير. صباحك. الرحمة للشهداء جميعا والشفاء العاجل للجرحى والمصابين. آمين. يسعد صباحك دكتور. يعني بداية خلينا ننطلق حديثنا اليوم، فعلا في تخوف اليوم، وخاصة أنه نحن عم نشهد بعض الهزات الارتدادية اللي عم تكون ضعيفة وبعيدة، ولكن ما زال التخوف موجود. خلينا نطمن، هل في احتمالية لوجود زلزال قريب، أم هاي الهزات الارتدادية ممكن تكون عابرة؟ نحكي بهيدي التفاصيل. هلق مثل ما شفنا الزلزال بستة شباط كان زلزال وقع في الأراضي التركية، مدمر. هذا الزلزال واقع على نقطة تقاطع الصدع الأناضولي مع الصدع البحر الميت. نقطة التلاقي هذه حدث فيها زلزال، امتد آثار هذا الزلزال حتى مدينة اللاذقية منطقتنا على طول هذا الصدع. بعد حصول هذا الزلزال أو منسميه نحن الصدمة الرئيسية، حصل هزات ارتدادية متعددة. طبعا هذه الهزات الارتدادية علائم أو بشرى خير، عوضا أن تختزن الطاقة ويحصل زلزال مدمر نتيجة اختزان هذه الطاقة، ظهر تفريغ لهذه الطاقة على فترات متلاحقة، وبالتالي كل الهزات الارتدادية مطمئنة وبطمئن الناس إنها مطمئنة للإنسان لعدم حصول هزة أو صدمة رئيسية كما حصل في ست شباط. الحمد لله، يعني نطمن ان شاء الله ما في شيء قريب، انما هي هزاتها لكونه نحن ما عم بيكون نحن عندنا مركز، يعني نحن عم نتاثر دائما بتركيا بهيدي المناطق. يعني اليوم نقول الوضع امن الحمد لله، 90% من الطاقه الموجوده ضمن طبقات القشره الارضيه تقريبا تفرغت من خلال هذه الهزات الارتدادية. الحمد لله. هو الخوف يمكن دكتور انه عم نسمع كثير من الزلازل عن يعني اللي صارت بعديد من الدول واخرها كان المغرب، يعني دائما نحن بنقول يا رب يعني احنا اكلنا الضرب، ان شاء الله ما تنعاد الضربه الثانيه ويكون في زلزال ثاني بسوريا. ان شاء الله ما بتنعاد. هلا الزلزال اللي صار بالمغرب حصل على الحدود الفاصله بين الصفيحه الافريقيه والصفيحه الاوراسيه. يعني المغرب واقع على الحدود الفاصله، والحدود بين الصفائح دائما هي مراكز نشطه لحصول الزلازل. دائما الزلازل تحدث على الحدود بين الصفائح، والحدود بين هذه الصفائح عندنا ثلاثه انواع للحدود بين هذه الصفائح، اما صفائح متقاربه أو صفائح متباعدة أو صفائح انزياحية إلى الأمام والخلف. وقت اللي بتقترب الصفائح من بعضها، كمان عندنا أنواع من الصفائح، عندنا صفائح قارية وعندنا صفائح محيطية. مثلا إذا اقتربت الصفيحة القارية من الصفيحة المحيطية، تنغرز الصفيحة المحيطية تحت القارية لأنه كثافتها أكبر. شو بيتشكل عندنا بالحالة؟ بيتشكل عندنا منخفضات أو أغوار انهدامية ضمن المحيطات، وبيتشكل على القارة جبال. عندما تصطدم صفيحة قارية بصفيحة قارية يتشكل لدينا الجبال، كما هو الحال طريقة تشكل جبال الهيمالايا إذا سمعاني فيها. طبعاً. تشكلت نتيجة اصطدام الصفيحة الهندية بالصفيحة الآسيوية. طيب دكتور علي، إذا بدنا نحكي نعرف النشاط الزلزالي شو هو، بالإضافة بماذا يتأثر إذا عن طريق مثلا الطبيعة الجيولوجية لسوريا، وكيف تصف مثلا أرضنا بسوريا؟ هلق نحن قلنا الزلازل سببها أو النشاط الزلزالي سببه الرئيسي هو حركة الصفائح، ونحن نقع على الطرف الشمالي الغربي للصفيحة العربية الإفريقية، والصفيحة العربية دائما في حالة حركة، كل سنة تتحرك بمقدار 1.5 سنتيمتر باتجاه الصفيحة الأناضولية. نحن صفيحتنا العربية وهي أسرع حركة نسبيا من الصفيحة الإفريقية، وبالتالي هذا يؤدي دائما إلى حصول
الزلازل. لكن الحركة النسبية للصفائح هي السبب الأساسي لحصول الزلازل، والحدود بين الصفائح مثل ما ذكرنا هي كمان مسبب رئيسي لحصول مثل هذه الزلازل. هلق الصفيحة لازم يعرف كمان المواطن شو هي الصفيحة. وقت اللي منقول صفيحة، الصفيحة تتكون من القشرة الأرضية. القشرة الأرضية سماكتها طبعا من 45 إلى 50 كيلومتر، بالإضافة إلى الجزء العلوي من المعطف اللي سماكته تقريبا 60 إلى 70 كيلومتر. نحن القشرة الأرضية مقسمة بشكل أساسي، أو الكرة الأرضية مقسمة إلى ثلاث نطاقات: عندنا القشرة، عندنا المعطف، وعندنا النواة. القشرة اللي نحن واقعين عليها، إذا القشرة اللي سماكتها من 45 إلى 50 كيلومتر، والجزء العلوي من المعطف تقريبا سماكته من 100 إلى 150 كيلومتر، هاي بتشكل عنا الصفائح اللي منقول نحن الصفائح اللي بنحكي عنها. والقشرة الأرضية مقسمة إلى موزاييك من الصفائح، تقريبا عنا 11 صفيحة، منها 7 صفائح رئيسية والباقي صفائح ثانوية بنعتبرهم. والحدود بين الصفائح دائما في حالة حركة مثل ما ذكرنا، إما تباعدية أو تقاربية أو انزياحية. نعم حلو. طيب هيدا الكلام دكتور اليوم عم بيشوفه هو عم بيخوف العالم، كونه عم بيصير في زلازل بمناطق كتير مختلفة من العالم. هيدا عم بيأثر على مكان الصفيحة، عم بيحركها من مكان بين دولة وأخرى. هذا التحرك أو هيدي الاصطدامات اللي عم بتصير ممكن ترجع تأثر بزلزال آخر يعني بمناطق تانية، لو هي كانت بمأمن من أنه يصير فيها زلزال، هيدا التحرك ممكن يرجع يعمل احتكاكات مرة تانية؟ هلق الصفائح مثل ما قلت لك في حالة حركة دائمة، تمام. الصفائح نسبيا طبعا غير مستقرة، ولكن هذا التغير يعني هذا التغير والزلازل الدائمة هي عم تحرك، يعني عم تخلي داخل الأرض عم يتحرك، هل هو عم بيأثر على باقي المناطق واللي لا هو خلص ضمن المنطقة؟ كل منطقة مستقلة عن الأخرى، كل صفيحة مستقلة، لكن كل صفيحة مستقلة إلى حدودها المنتظمة بتحددها مع الصفيحة الأخرى. الصفيحة الأوراسية إلى حدودها، الصفيحة الإفريقية إلى حدودها، الصفيحة الأناضولية إلى حدودها، الصفيحة الصينية الأسترالية، كل صفيحة إلى حدود. إلى حدود. لأنه للأسف اليوم بعض الأشخاص بيستغلوا الترند لحتى يعملوا فيديوهات، لحتى يكسبوا كثير من المشاهدات، فبيدخلوا الأمور ببعض ربما بطريقة غير علمية، بيجيبوا معلومات ربما مغلوطة لحتى يجيبوا مشاهدات وتفاعل، فهذا اللي عم بيأثر على الناس على يعني خوف. اليوم. خوف الناس. نعم، فنحن بدنا من حضرتك المعلومة الصحيحة اللي عم بيصير بالكرة الأرضية، ما ضروري أنه يأثر على بمنطقة على منطقة أخرى. لا أبداً. نحن صفيحتنا بعيدة كل البعد عن الصفيحة مثل ما حكينا الإفريقية الأوراسية اللي سببت الزلزال في المغرب، نحن بعيدين يعني كل البعد عنها. يعني الزلزال اللي صار بالمغرب دكتور علي له تأثيرات وتبعات على دول أخرى مثلا دول إفريقية أو أوروبا؟ لا 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 لا، هاي حدود صفيحة أخرى. صار عنا لكن نحن مثل عنا نحن حدود الصفيحة، نحن واقعين على الجزء الشمال الغربي من الصفيحة العربية الإفريقية، حدودنا مع الصفيحة الأناضولية اللي صار فيها الزلزال الأخير، هذه حدود الصفيحة الأناضولية مع حدود الصفيحة العربية الإفريقية. نحن ما له علاقة أي صفيحة أخرى بهذه الحركة. تمام، هي التطمين. لا يتأثر فقط الحدود، كمان الصدوع أو الفوالق بتأثر تأثير كبير أو تلعب دور كبير في تشكل الزلازل. يعني مو بس الحدود بين الصفائح، عندنا الصدوع، يعني المغرب المنطقة التي حدث فيها الزلزال كمان واقع على صدع، وبالتالي أثر كمان لعب دور كبير في حدوث قوة الزلزال وشدته وزيادة شدته. يعني دكتور علي بساعات بعد ساعات من حدوث الزلزال بدولة المغرب، يعني شاهدنا بساعات أنه في كارثة طبيعية كمان ضربت ليبيا، هل هناك ترابط شرطي بهيدا الشيء أو ما هو يعني كيف تفسر هيدي الحالة؟ لا لا لا، ما لها علاقة، ما لها علاقة. هاي تيارات بحرية بشكل دائم بتحدث. هلق في عنا تيارات قطبية باردة دائما بتهب من الأقطاب من القطب الشمالي أو الجنوبي وتخترق البحار، وعنا تيارات دافئة مثل تيار الخليج كمان بيهب، هذا بشكل دائم هذه التيارات متواجدة في البحار. إذا زادت قوة الرياح إلى حد معين تتحول إلى أعصار، فقط ما له علاقة أبدا لا من قريب ولا من بعيد بالزلازل، فقط ممكن أن تؤدي ممكن حالة مناخ يعني عالية. حالة مناخ تماما. هلق ممكن تؤدي الحركات التكتونية في قيعان البحار والمحيطات إلى حدوث تسونامي، الأمواج التسونامي، لكن
الإعصار والتيارات هذه ما لها أي علاقة بالزلازل. بس يعني شكلت كارثة، كارثة لليبيا، زاد فاجعة كبيرة كانت، فاجعة مدن صحيح يعني انغمرت مدن. لا ايوه، لانه وقت اللي صار هذا الاعصار سدين من السدود ما تحمل ضغط، كمان ادى الى تحطيم سدين من السدود في ليبيا، كمان لعب دور اساسي في زياده قوه التيار المائي. نعم. طيب اليوم كما ذكرت حضرتك موضوع التسونامي، ايضا في تخوف دائما من موضوع التسونامي، الاغلب بيشيد انه بالبحر المتوسط ما بيصير تسونامي، والاغلب بيقول لك لا اذا كان في قوه زلزاليه معينه ضمن البحر ممكن. المعلومة الصحيحة والعلمية يا دكتور؟ هلق المعلومة الصحيحة والعلمية لا يحدث لدينا، هاي تأكيد 99.9 لا يحدث لدينا تسونامي في البحر المتوسط. كون البحر المتوسط يحتاج تسونامي إلى مساحة أكبر وعمق أكبر للمياه. نحن أكبر عمق للماء في البحر المتوسط 4 كيلومتر، يحتاج إلى 10 إلى 12 كيلومتر كحد أدنى لحصول الموجات التسونامية. وبالتالي بطمن الناس أنه بالبحر المتوسط لا يحدث تسونامي مطلقاً لدينا، الحمد لله. دكتورة علي، إذا بدنا نقول هيك بطريقة علمية أنه الأرض تحتوي على أكثر من حزام مثلاً، في عمق نطاقات نسميها يعني حزام ناري بركاني وحزام زلزالي. لا مو هيك، نحن قلنا منقسم الأرض إلى نطاقات، نطاق ناري بركاني، نطاق القشرة الأرضية، هاي النطاق العلوي، نطاق المعطف ونطاق النواة. هلا القشرة الأرضية اللي نحن هاي القشرة المتصلبة أو أحيانا بيسموها الليتوسفير، هاي قشرة متصلبة تتضمن القشرة والجزء العلوي من المعطف. ننتقل إذا القشرة بعدين المعطف، بيجينا المعطف ينقسم إلى 3 أقسام، معطف علوي، منطقة انتقالية بنسميه، ومعطف سفلي. المعطف العلوي صلب، المنطقة الانتقالية في حالة سائلة أو مصهورة بنسميها، هذه هي مصدر الزلازل والبراكين الموجودة على سطح الأرض. يعني مصدر الزلازل والبراكين، نحن كصفيحة، نحن بنسميها مثلا نحن نقع على الطرف الشمال الغربي من الصفيحة العربية، ونحن فينا نسميها الصفيحة السورية. نحن هذه الصفيحة تقع على منطقة سائلة، هذه هي مصدر البراكين والزلازل. يعني تعوم الصفائح بشكل عام على منطقة مصهورة نوعا ما، ما هي مصهورة بالمطلق، جزئيا مصهورة. وبالتالي هذه المنطقة المصهورة دائما عرضة لحدوث الزلازل والبراكين من هذه المنطقة. طيب هلا كونه نحن عرضة للزلازل والبراكين، كونه نحن بالسادس من شباط يعني صار، وبعدين ب20 يمكن اثنين كمان صار زلزال ثاني، يعني هلا من بحديثك قلت انه في حال صار الزلزال اول مستحيل يصير زلزال ثاني عندنا، ليش؟ لانه الصفائح اخذت مداها او لا تفرغت الطاقة، تفرغت الزلزالية الطاقة. ايوه تفرغت. يعني هلا اذا بدنا نطمن المشاهدين يعني عن جد يعني بهيدي الفترة الشغل الشاغل الشعب السوري انه امكانية حدوث زلزال اخر بسوريا، يعني بغض النظر عن المنطقة الساحلية ممكن تكون بمنطقة ثانية، يعني مدى مصداقية هذا الكلام؟ هلا الزلازل ممكن تحدث، لكن حسب الدراسات، احدث دراسات، بعد حصول هذا العديد من الهزات الارتدادية، ما يقارب 3000 او 4000 هزة ارتدادية، يعتقد العلماء أن معظم الطاقة التي كانت مختزنة لدينا تفرغت. وبالتالي هناك احتمالية ضعيفة جدا لحصول زلزال آخر في هذه المنطقة، زلزال مدمر طبعا. هذه الهزات الارتدادية المتعددة وليست قليلة بدرجاتها، يعني وصلت للخمسة، 5.4، إذا فرغت معظم الطاقة المختزنة ضمن القشرة. هلا أنا ما بدي أكون ضد كلامك دكتور علي، ولكن إنه بالزلزال السادس من شباط شاهدنا كثير من الاهتزازات الارتدادية ووصلت لدرجة 5، ولكن صار كمان زلزال ب 20/2. 20/2 صار زلزال على فالق اللاذقية كلس. هذا فالق آخر. أي من شان نوضح أو صدع آخر. نحن الصدع الرئيسي قلنا صدع البحر الميت. هذا صدع رئيسي، يتفرع عن هذا الصدع العديد من الصدوع. منها صدع الغاب، صدع سرغاية بدمشق، بلبنان صدع الروم، صدع بيروت، صدع صيدا، كمان عدة صدوع. هذه الصدوع الثانوية ممكن أن يحدث عليها هزات أو زلازل. هذا الزلزال الذي حدث في 20، هذا زلزال حدث على صدع الغاب أو ما يسمى فالق اللاذقية كلس. وهذا كان لصالحنا كمان،
لانه فرغ هذا الزلزال ايوه طاقته حدث عليه بعدين هزات ارتدادية حتى لهلا عم نشهد هزات ارتدادية ولكن خفيفه مقارنه بما مضى. نحن في الجامعه عندنا محطه رصد زلزالي، هذه المحطه تسجل الهزات التي تحصل في هذه المنطقه. اصلا في محطه رصد زلزالي يعني نحن دائما صدع اللاذقيه كلها دائما عليه هزات بشكل دائم، لكن لا نشعر بها 2-3-3-4 درجات دائما، ما لا يتوقف دائما في هذا الصدع في حالة حركة دائمي. وبالتالي كان من صالحنا أنه كان الزلزال، أنا اعتبرته زلزال يوميتا 6.1، حصل على هذا الصدع والحمد لله صار بعده هزات ارتدادية، لذلك نأمل أنه تفرغ هذا الصدع من الطاقة الزلزالية الكامنة فيه إن شاء الله. وهو كان الهدف اليوم من هيدا الحوار أنه إحنا نطمن الناس إن شاء الله هيدي الهزات الارتدادية هي ضرورية علميا دكتور، ربما ضروري. اليوم هي وسيلة أمان لحتى نحن نشعر بالأمان أنه هيدي الطاقة عم تتفرغ اليوم، ما نقلق ما نتوتر علميا إن شاء الله الأمور كلها بخير، هي حالة استقرار للأرض فقط تماما. نعم. حالة استقرار للأرض ومنطمن الناس إن شاء الله أنه كل هذه الهزات الارتدادية بشائر خير. بدنا نشكر وجودك معنا، شكرا للمعلومات القيمة دكتور علي شحوري قسم الجيولوجيا في جامعة تشرين، شكرا لك. أهلا أكيد أيضا بدنا نشكرك دكتور، شكرا كثير لوجودك لأنه شكرا لطمأنتنا على حرب الوضع الحالي، شكرا كثير لك دكتور.